بشتغل علشان اخلي عيالي احسن من اي حد، ما بحتاجش حاجه من حد، بطفح الدم عشان خاطر عيالي. اي حاجه بشتغلها طالما بالحلال، اي شغلانه بشتغلها بالحلال. اسمي راندا سامي جاد محمد صادق، مقيمه من بورسعيد. بشتغل علشان اخلي عيالي احسن من اي حد. اشتغلت كل حاجه بتاعه خضار، اشتغلت تروسيكل، اشتغلت كهربائيه، اشتغلت كل حاجه، ما في حاجه ما اشتغلتهاش. ميلاد شعل، التروسيكل ده بتاعي انا كنت باجره، واللي كانوا بياخدوه بيهلكوه، فقلت لا انا اشتغل على حد. من يومها بقى وانا بشتغل عليه. بنزل بعتمد على الله، لو مثلا ماشيه في شارع وحد ناداه لي بروح انقل له حاجه، ممكن يجي لي تليفون انزل انقل حاجات حسب يعني. لا، في ناس بتشجعني وفي ناس بتحبطني، في ناس بتشجعني وفي ناس بتحبطني. هو في موقف حصل معايا ان في واحده منقبه وجوزها شيخ، الست وقفتني اول ما جوزها لقاني واحده سايقه التروسيكل، قال لي لا ما رضاش يخلينا ننقل له الحاجه، بس ربنا كرمني بعدها بشارعين بنقله تانيه وربنا عوضني يعني. والله بيقعدوا يقلصوا واحده وراكبه تروسيكل مش عارفه ايه، بس انا ماليش دعوه بحد، انا طالما بعمل ربنا خلاص ماليش دعوه بحد. يعني هي الواحده بتكافح عشان خاطر عيالها، لو هي عملت ربنا ربنا بيقف معاها. بس مفيش، هم عيالي وجيراني هنا، لا منفصله بقالي 6 سنين. والله واحدة عايشة في بيتها مع عيالها زي أي حد، ما فيش حاجة بتجد، بس اللي بيجد إن أنا أب وأم في نفس الوقت، ده اللي بيجد. بس لا، أنا الناس بتعاملني كأني راجل مش واحدة، والحمد لله لو في ايدي حاجه بقدر اعملها لحد بعملها له. الناس بقت تبص لي بصات استغراب ازاي ست وراكبه تروسيكل، بس انا ما احبطتش نفسي من كلامهم. لا ما احبطتش نفسي من كلامهم. اما بمشي في مكان بلاقي الناس كلها بتقعد تبص لي، اتشجعي ربنا يصلح حالك، انت احسن من اي حد، انت بتجيبي لقمه عيالك بعرق جبينك. بس هو انا الواحده اللي بتجبر الناس ان هي تحترمها، والواحده اللي بتجبر الناس ان هي تقل منها. انا من صغري عودت الناس ان هم يحترموني ويعاملوني كراجل مش كواحده، لان انا لو اتعاملت كواحده هبقى زي حته اللحم اللي بتترمى للكلاب والكلاب بتنهش فيها. لما بيكون جاي لي نقله وبطلع بره البلد ببقى خايفه حد يطلع عليا ويضربني زي اللي بيموتوا ويتاخد منهم حاجتهم. طبيعي من عند ربنا، ما حدش علمها لي. اكل عيالي وجوع عيالي هو اللي خلاني اتعلم السواقه. لا، تتعب وتجتهد علشان تدخل قرش لعيالها حلال. يومك يا ست بخلص مثلا شغلي بجيب اكل عيالي وبطلع البيت، الاكل بيتعمل وبنقعد ناكل انا وعيالي، نلعب انا وعيالي، نهزر انا وعيالي. بس مفيش حاجه جديده. انا بس عايزه يكون في مكان رزق لعيالي، لعيالي، لان عيالي ما لهمش مكان رزق ثابت. وبعدين انا يوم بشتغل وعشرة لا، يعني ممكن اطلع النقله اقعد عليها اسبوع، 8 ايام، 3 ايام، حسب بقى ما حد يتصل وانزل له تاني.